الثبات الانفعالي. وحصل. يعني انت هنا كنت بتستمدي كل ده من القديسين والطيبين والكهنة اللطاف اللي موجودين، حتى من الطبيعة، من السكون. طبعا، لانه في حاجات بتحصل مش بس ليا، لكل الناس. في حاجات بتحصل مالكش يد فيها وما بتبقاش عارف تتصرف ازاي. لا ده البعض لامك، انت اكيد قريتي بعض واختارت الوزارة وسابت ولادها، انت عارفة طبعا حاجات كتيرة. دول كانوا مزعجين بالنسبة لك ولا ما كنتش كنت تدعي لهم بالهداية؟ انا كنت بدعي لابني. مظبوط. انا كنت في الوقت ده ما بحبش كنت اسمع اي حاجة لا تتقال عليه ولا تتقال عليا، لانه كانت الصدمة كبيرة قوي قوي. فما كنتش احب، ما كنتش بحب ان انا التفت ودي بركن. عظيم. الصوت اللي انت سمعتيه وهزك كان صوت البابا في لحظتها، فوقي انت فين، ده ايمان بالربنا. لكن اكيد كمان في ايد طيبة قوي لما خبطت عليك كده، حسيتي ان الدنيا بخير قوي. في ايد عليا يعني كلمتني وشددت من أزري، وانبسطت جدا بالتليفون.